شبابنا الموحدين الأشاوس، أبناء الطائفة الدرزية في كل مكان، أيها الحشد الكريم، من هنا من مقام سيدنا الخضر عليه السلام ننتفض بقلوبنا المستعرة بصدق القضية والمطلب، ونفوسنا التي سئمت كل الأكاذيب والألاعيب، وأعلامنا المخمسة الجاهزة لتسد أفواه المتشدقين، واضعين النقاط الواضحة على الحروف، نقولها بصوت واضح عال لا يقبل التفسير ولا المزايدة ولا التأويل: على صخرة الطائفة الدرزية تتحطم كل الألقاب والجهات والمسميات. هذه الطائفة التي شكلت نقطة تحول في كل سطر من سطور التاريخ، منصورة بعون الله بحكمة أسيادها ومشايخها وشهامة رجالها وشبابها وعفة نسائها وفتياتها. إخواني الموحدين، لا شك إننا موجودون وإياكم في أيام صعبة ثقال نشهد فيها انقلاباً في الوقائع والمعادلات، وثورة معروفية طويلة النفس في الثبات. إنها ثورة الهوية والحقوق والانتماء، ثورة المطالب التي قدمنا من أجلها الغالي والنفيس، ثورة العطاء الذي قابلته الحكومات على مر التاريخ بالتقصير، ظناً إننا ضعفاء، وما نحن بضعفاء. لنا يشهد التاريخ بالدم يا ابو الحسن، بالدم نبديك يا ابو الحسن، بالروح بالدم نبديك يا ابو الحسن. لنا يشهد التاريخ وبشموخنا تعترف الامم، احباء عند السلم، شجعان عند التعدي، شعارنا الدين لله والوطن للجميع. لا نعادي ولا نعتدي، بل نصد الظلم وننتصر. في هذه الأيام المصيرية الهامة، ومع توالي أحداثها ومجرياتها المتسارعة، آن الأوان لنؤكد ونشدد أمام الرأي العام الدرزي وغير الدرزي على النقاط الواضحة الهامة الآتية: ليس هناك أي شخصية أو مؤسسة على وجه الأرض يمكنها الوقوف أمام وحدة الطائفة المعروفية. ليس هناك أي شخصية أو مؤسسة على وجه الأرض يمكنها الوقوف أمام وحدة الطائفة المعروفية أو زعزعة مكانتها وتكتلها. كل محاولة من أجل دق الأسفين وتفريق الصفوف ستلاقي صداً طائفياً منيعاً ورداً قاصفاً قاسياً. كلنا أبناء الطائفة الدرزية شركاء فعالون في تخطيط الضرب ورسم المستقبل وتحديد المصير بمعية رؤساء مجالسنا وأعضاء الكنيسة. هكذا كان وهذا ما سيكون. نؤكد مرة أخرى وبصوت واضح وقاطع: مطالب الطائفة الدرزية هي حق إنساني وشرعي وقانوني، عبرنا عنه في مظاهرات، عن غضب مستمر وكبير جراء التقصير الفاضح والعائب الذي حذرنا منه كل الجهات مرة وأخرى. رغماً عن أنوف المتشدقين المتفلسفين، للطائفة الدرزية حق دستوري في التظاهر والاحتجاج كغيرها من أفراد ومجموعات الدولة. نحن طائفة مستقلة ذات رأي ومشورة، لا نقبل مشورة أحد ولا نتلقى التعليمات من أحد. نحن طائفة مستقلة ذات رأي ومشورة، لا نقبل مشورة أحد ولا نتلقى التعليمات من أحد، ولم نتعود يوما أن نهاب إلا من الله القاهر الصمد. لا بنكفير ولا غيره،